ظروف عراقية طاردة للمواطن، وجهة العراقيين إلى بيلاروسيا. أعداد هائلة من الشباب استغلوا الذهاب بشركات عراقية في الظاهر لأغراض سياحية، لكن الباطن الهروب من الواقع المرير الذي يعيشونه. بلد أصبح طارد لناسه، لا عمل، لا أجواء غير مناسبة، أبسط مقومات الحياة ما تلاقيها بالعراق للأسف. يعني أبسط مقومات الحياة، لا كهرباء، لا مي، وضعنا التعليمي مزري، يعني بطالة. احنا قلناها من البداية بطالة وإلى ما لا نهاية. الخطوط الجوية العراقية منعت شركات الطيران والسياحة من إصدار تذاكر سفر إلى بيلاروسيا، عزت ذلك لاستغلال الذهاب لأغراض غير شرعية، ومثال ذلك مقتل عراقي أمس على حدود بيلاروسيا مع ليتوانيا. قرار المنع ألقى بظلاله على عمل الشركات المحلية التي تعاني من خسائر مادية باهظة في الداخل والخارج. احنا تظننا شغلنا وقف. انت هذا اهم شيء، انت فاتح هنا، انا عندك ايجارات، عندك موظف، عندك كلها واقف، راح يعني الشغل راح يقل. ليش؟ لان انت عندك، قلت لك انا يعني ثلاث دول هسه كنا نشتغل عليها، بيلاروسيا، تركيا ولبنان. بيلاروسيا كلها راحت، فانت الدخل مالتك راح يقل، الموظفين راح يقلون لازم، فالزخم مال الموظفين انت لازم تقلل اهميه. البارحة طلع قرار انه ايقاف جميع الرحلات بين العراق وبيلاروسيا، وبالتالي احنا هسه حال الشركات حاله مهدده، يعني مهدده كلش. القطاع السياحه بصوره عامه كل شركه بيها 10 15 موظف مهددين هسه حاليا. ازمه الهجره الى اوروبا عبر بيلاروسيا سلط الضوء عليها بعد عثور حرس الحدود البيلاروسي على مواطن عراقي قتل بقسوه على الشريط الحدودي مع ليتوانيا، في وقت لم تفصح السلطات العراقيه حتى اعداد هذا التقرير عن سبب القتل والجهة المنفذة.